السلام عليكم، كيفك دكتور؟ وعليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية. كيف أمورك؟ شو أخبارك؟ أسامة، أسامة دكتور، الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. تمام، بس خلينا ننتظر يفوتوا الشباب. تمام دكتور. احنا آخر شيء عند الكوساين سيميلاريتي. أوكي، طبعا هذا بايثون كود للكوساين سيميلاريتي. العموم مش مشكلة، احنا هسه بنخليك تشرحه، تشرح السيميلاريتيز المختلفة. تمام دكتور. طيب مين عندنا؟ نشوف بس عدد الحضور. اوكي. البارتيسيبنت 11. أوكي، طيب وين بدي أعمل لك كو هوست؟ تمام دكتور. اوكي. أسامة، هاي الكو هوست معك يا أسامة. ألو، السلام عليكم جميعا. عليكم السلام السلام عليكم، ورحمة الله وبركاته. هلا يعطيكم دكتور. العافية شباب. اليوم بدي دكتور الله يمسيك. الله يحييكم، كنا كلفنا السيد أسامة حميدات أو بني بني حمد حمد دكتور. بني حمد بني حمد أنا آسف، بشار بني نعم، ملحم دكتور. ما بشار بني ملحم، بإعداد برزنتيشن حول التكست سيميلاريتيز. كنا بدأنا بالكوساين سيميلاريتي المرة الماضية، وطلبنا منهم يعملوا برزنتيشن حول التكست سيميلاريتيز ان جنرال. التكنيك كيف بيشتغل، ممكن يكون في كود، اذا في كود ان امكن، او مع كاونتر اكزامبل. مش الكل، لانه زي ما حكى اسامه، في سيميلاريتيز الجوريثم، سيميلاريتي الجوريثم كثيره، ولكن في الموست فيموس واللي مستخدمه واللي اثبتت يعني قوتها ونجاعتها، من ضمنها طبعا الكوساين سيميلاريتي. ولو انه يعني الكوساين سيميلاريتي يعني في جوانب ضعف، بس مش مشكله، يعني تعتبر من الـ يعني السيميلاريتيز الجيده. ولكن احنا بننتظر من اسامه. اسامه انت كو هوست الان، اعمل شير للسكرين تاعتك وابدا على بركه الله. تمام دكتور. اوكي دكتور، اول شيء احنا راح نبلش مع بشار. تمام، هو راح يبلش الميتنج وانا راح هيك اقلب له السلايدات. تفضل بشار. السلام عليكم، انا زميلكم بشار بني ملحم. راح نقدم لكم موضوع اليوم اللي هو التكست سيميلاريتي، انا وزميلي اسامه بني حمد. تفضل يا بشار. طبعا بشار، اول شيء اعمل شو كامل. اعمل شو يا اسامه؟ عند اسامه لانك انت حطيت اسامه كوست. بدك اعمل لك كوهوست، بعمل لك انت كمان، ما في مشكلة. موجود السلايدات عندي، مش لا هو مشكله، انا عامل بس شو، عشان في ما مشكلة نضلش دكتور؟ نبدل. انت مش عارف، مش مبين الشو يا اسامه، مبين السلايدات. فهمت عليك، شو السلايد. تمام تفضل. بشار بني ملحم احد الطلاب، هو أسامة اللي درستهم في البكالوريوس. بشار اعتقادي، بشار أخذ عندي داتا ستراكشر، وأسامة أخذت صحيح عندي داتا ستراكشر كمان، ولا أنا غلطان؟ دكتور، صحيح، انا تشرفت بمعرفتك بالبكالوريوس بس ما اخذت عندك إشي. والله معناته بشار بس. بس بشار. طيب على العموم بدي أشوف منك إشي بشار اليوم. ان شاء الله دكتور، يلا على بركة الله، توكلوا على رب على العالمين. بركة الله. اول شيء نعرف موضوع السيميلاريتي. السيميلاريتي هي عبارة عن ايش؟ هي عبارة عن التشابه بين اي تكست وتكست اخر. يعني اذا كان عندنا تو تكست بدنا نشوف مقدار انه قديش النص اللي على اليمين او النص الاول بيشبه النص الثاني. هذا مش تعريف السيميلاريتي، هذا تعريف التكست سيميلاريتي. أنا صرت هو أوقف تعريف لك التكست. سيميلاريتي، تمام. صرت أوقف لك على الدعسة هسه. يلا مش مشكلة دكتور، يلا هو تعريف بسط. التكست سيميلاريتي صحيح. طيب ما بهمش. لو افترضنا انه السيميلاريتي كفانكشن هو بيعمل مابينج بين التكست الاول والتكست الثاني وبنطيك القيمه كريال نمبر، نعم يعني كقيمه عدديه حقيقيه،
بتبين لك قديش كمية التشابه بين النصين. هي بالعادة يعني كل ما كانت القيمة أكبر، أو مش بالعادة، بالغالب يعني كل ما كانت القيمة أكبر بتكون النص الأول بيشبه النص الثاني. نعم. يعني القيم بتكون محصورة بين الصفر والواحد، يعني إذا كان عندي القيمة صفر فالتكست الأول والتكست الثاني ما في بينهم أي تشابه، أما إذا كانت القيمة بتساوي واحد فالتشابه بكون أنه التكست الأول هو نفس التكست الثاني لما تكون القيمة فل يعني واحد. هسا إذا كانت تحت عندنا الـ SPQ إذا كانت بتساوي واحد معناته أنه السيميلاريتي بين التكست الأول والتكست الثاني هي ماكسيموم أعلى إشي، فبتكون أنه التكست الأول يساوي التكست الثاني. They are identical. أيوة identical. نعم. بالضبط. عندنا كمان إذا دخلنا على الفانكشن اللي هو اللي بيقيس السيميلاريتي بين التكستين، بعدنا ما حكينا عن إيش هو يعني بالتحديد أو أي ألغوريثم استخدمنا، ولكن إحنا بنحكي بشكل جنرال، إذا فوتنا عليه التكست الأول بعدين التكست الثاني، أو فوتنا عليه التكست الثاني أو التكست الأول، لازم السيميلاريتي بيناتهم تكون متشابهة. نعم. يعني ترتيب أي تكست تفوته الأول أو الثاني ما في بيكون في أي فرق. طيب من خلال خبرتكم بإعداد البرزنتيشن هاي، هل من في ألغوريثمز إذا دخلت عليها تكست أول بعدين تكست ثاني بعدين وعطتك مثلاً نسبة 65% تشابه، بعدين رديت عكست دخلت التكست الثاني بعدين التكست الأول، يعني أعدت زي ما بقولوها عملية السيميلاريتي، ها بغض النظر عن الترتيب، هل راح تختلف النسبة بدل من 65%؟ لا دكتور والمفروض لا، يعني أنا حسب الألغوريثم اللي طلعنا عليهم إحنا عندنا أربعة ألغوريثم هون. Is there any one of these algorithms depends on something random so that the result may change? No. لا no. Of course. طيب خلاص، أنا يعني أنا بسألكوا لأنه أنتوا عملتوا investigation للموضوع، ف طبعا مش كل شيء، ما بقول لي أسامة في 25 algorithm، قلت له خذ التوب 5، خذ التوب 5 اخذنا التوب 5 تمام، والباقي صحيح. اذكر لي ذكر هيك يعني عنهم ولو سمبل انفورميشن، تفضل. صحيح طبعا انا بعرف مجموعه كبيره، بس يعني انا بدي انتوا هل يعني من خلال شغلكم واستطعتوا يعني تجربوا شغله زي هاي مثلا على راندوم؟ ما كان في احنا يعني كانه قيم راندوم ما كان في. لا دكتور، احنا دكتور تستد هذا الموضوع بمشروع التخرج. يعني الاشياء اللي اشتغلناها احنا اشتغلنا 3 الجوريثمز بمشروع التخرج، كان تستد انه عكسنا ما فرق معنا بالمره. لا نهائيا. طيب يلا حسب الالجوريثم اللي استخدمناها طبعا، يعني ما بعرف اذا يمكن في الجوريثمز، يعني يمكن في الجوريثم تكون انه انا اي جاست استخدم شيء راندوم، يعني ات از جاست ا كويشن اون ذا فلاي، بس يعني هو سؤال. اوكي تمام. Similarity between sets، وهون كاتب sets تمام. لنفترض أنه عندنا التكست الأول اللي هو باللون الأحمر، والتكست الثاني اللي هو باللون البرتقالي، والتكست الثالث اللي هو باللون الأزرق. يعني سؤال للطلاب هيك بشكل عام، بوجهة نظركم أي نصين أقرب إشي على بعض؟ يعني سؤال للجميع. يا شباب، الأول والثاني. أول والثاني. Good. الأول. تمام. الأول والثاني. حسب إيش مثلاً يعني حسب إيش أنتوا حكمتوا، يعني ليش قلتوا الأول والثاني؟ أول. إيش؟ نفس ترتيب الكلمات. يعني أنت حكمتي على الترتيب. واحد حكى الأول والثاني. يعني الأول والثاني بيفرقوا بحرف واحد مش هيك؟ الأو. والأي. والأي. لكن تمام. الثالث عندك الكلمة الأولى كاملة نيو. الكلمة الثانية مش ريليزز كلمتين. صحيح. الكلمة الثالثة كمان مختلفة تماما، يعني totally different. totally different. صحيح. يعني إجابة صحيحة. نروح على السلايد البعدية. أعطيني 5 علامات بالدفتر المحروق. خلينا نقول إحنا اعتمدنا على التقاطع مبدئياً. أنتوا بالنظر اعتمدتوا على التقاطع، يعني قارنتوا النص الأول بالنص الثاني. يعني لو جينا قارن النص البرتقالي بالنص الأحمر نوجد أنه التقاطع بينه وبين النص الأحمر 3 كلمات اللي هن الأبل والريليز والنيو. أما الآيبود والآيباد بيختلفوا عن بعض،
نعم فاحنا هيك اعطينا سيميلاريتي يعني بشكل مبدئي حسب الانترسكت اللي عندنا، اعطينا سيميلاريتي بين التكست الاحمر والتكست البرتقالي انه السيميلاريتي بيناتهم ثلاث، شلنا كلمه الايبود والايباد. تمام، ولو اجينا نقارن النص الاحمر بالازرق والبرتقالي بالازرق بنلاقي انه السيميلاريتي بيناتهم موجود بكلمتين اللي هي الابل واللي هي النيو، يعني باختلاف انهم مش بنفس الترتيب ولكن انه ايش القيم بيناتهم اثنين، فالسيميلاريتي بين البرتقالي والاحمر مع الازرق اقل من البرتقالي مع الاحمر. طيب نيجي ننظر على النص هذا اللي تحت. تمام، لو حسبنا السيميلاريتي بينه وبين الاحمر راح نلاقي انه السيميلاريتي بينه وبين الاحمر يعني في عندنا كلمه نيو وفي عندنا كلمه ريليز وفي عندنا كلمه ابل، راح نلاقي السيميلاريتي بينه وبين الاحمر نفس السيميلاريتي بين الاحمر والبرتقالي. طيب هل من المعقول انه يعني نقول انه السيميلاريتي بين الاخضر هذا اللي هو النص الكبير يعني انه التشابه بينه وبين الاحمر نفس التشابه بين البرتقالي والاحمر مع انه في كلمات ثانيه مختلفه كثير؟ نعم، فما بصيرش نحكم من الانترسكشن لحاله. عندنا اكثر من ميثود، يعني عندنا اكثر من ميثود راح نستخدمهم او استخدموهم، فاجوا حكوا ليش ما نخترع يعني او نكشف موديل بيعتمد على التقاطع ونقسم عليه الاتحاد. يعني ليش اخذ الاتحاد بالتحديد؟ انه عشان يحط قيمه للنصين يعني كقيمه معينه، يعني انه ياخذ حجم النصين من بعض. يعني لما بيقارن اربع نصوص او مثلا خلينا نقول ثلاث نصوص، نص مع النص الثاني ونص مع النص الثالث، انه يكون عارف قيمه تبعت هذا والقيمه تبعت هذا، يعني يحط فاليو للكلمات الثانيه، يعني ما ياخذ التشابه بس. فكان قانونه هو اجى الجاكارت سيميلاريتي، وعالم اسمه جاكارت اجى حط قانون اللي هو قانون التقاطع مقسوم على الاتحاد، فصار ياخذ اي تكست مع تكست يشوف شو الكلمات المتشابهه بينهم اللي هم التقاطع ويقسمهم على مجموع الكلمات كلهم الاتحاد. الشيء اللي probability اللي هي probability، طبعا احنا شغالين على probability هون دكتور، بس احنا بناخذ الكارديناليتي للتقاطع. تمام، الكاردينالتي كمفهوم داتابيز انت اخذتها. لا، الكاردينالتي كمفهوم سيتس، بالسيتس اللي هو كم عدد الاشياء اللي موجوده عندي الموجوده بالنص، يعني مش كترتيب بالتحديد، يعني مش كترتيب كلمات ورا بعض، انه قديش ترتيب يعني بطل يهم، انت عم نشوف قديش كلمات مهمه، يعني كلمات موجوده هون وموجوده هون نفسها. تمام، هسه لو طبقنا الجاكارت سيميلاريتي وجينا على الثلاث نصوص الاربع نصوص اللي انطيتكم اياهم كاكزامبل ورا اللي هم الثلاث الاحمر والبرتقالي والازرق واخذنا الاخضر، لو حسبنا الجاكارت سيميلاريتي للنص البرتقالي والاحمر راح يطلع معنا 3 على 5، والنص الازرق والاحمر مع النص البرتقالي والاحمر مع الازرق راح يطلع 2 على 6. نعم تمام، هسه احنا كان عندنا مشكله انه النص الاخضر مع الاحمر انطتني نفس الاحمر مع البرتقالي، هون المشكله بالتقاطع العادي. بالتقاطع العادي، ايوه بالتقاطع العادي مع الجكر اعطاك انديكيشن افضل. ايوه انديكيشن افضل، انه صارت القيمه هي صحيح نفس التقاطع اللي هو 3 ولكن على عدد كلمات اكبر اللي هي صارت قيمتين 9، يعني 9 كلمات مختلفه 3 منهم متشابهات. نعم نعم، على هذا الانديكيت انت اخذت هنا ال الريشيو، والريشيو هاي بعثتك عن عدد الكلمات، لأنه العدد لوحده لا يعبر يعني لا يعبر عن السيميلاريتي. عن وبدنا أيوة، وبدنا ننتبه لمفهوم مهم جدا. معلش أنا بقاطعك عشان مش مشكلة دكتور، صحيح. ال two documents are similar does not mean or did not mean that they are identical. يعني ممكن يكونوا بيشبهوا بعض لكن مش زي بعض بالتمام. السيمانتيك كمعنى. ممكن أيوة يعني في منه صحيح كلامك، السيمانتيك هاي أحد المشاكل. شغلة ثانية زي ما جاب بشار قبل شوي المثال، هذا النص اللي باللون الأخضر طويل كثير، وهذولاك النصوص 3 كلمات أو 4 كلمات، ومع ذلك إذا بدنا نعد عدد الكلمات طلع نفس السيميلاريتي، شو استفدنا؟ إذا الريشيو هاي أعطتنا إنديكيتر أفضل عن نسبة التشابه،
وحتى أخذت في عين الاعتبار عدد الكلمات اللي موجودة في كل نص، مزبوط ولا لا؟ مزبوط. Which is good يعني Jaccard similarity. طيب تفضل ما بلاش إن نضيع عليك برضو. تمام. نأخذ مثال مثلاً، نيجي على هذا المثال، هو كيف يعني إيش كان يسوي؟ يعني عنده التكست الأول وعنده التكست الثاني. التكست الأول كان يشوف شو الكلمات المتشابهة وحطها كإنترسكت، وكان يأخذ الكلمات المش متشابهة وحطها على جانب، وكان يأخذ يعني يأخذها لحال مجموعة A ومجموعة B ويحط الإنترسكت بيناتهم. نعم. إذا بنلاحظ بنلاقي في كلمات مخفية مثلاً has have مثلاً has مش نفس have، طب ليش يعني شو صار؟ إحنا في عملية يعني في عمليات في operation نسويها على التكست قبل ما نحسب السيميلاريتي إله. يعني في من الأوبريشن اللي راح يشرحها زميلنا أسامة بالكود اللي هي مثلاً الستيب، مثلاً نباخذ جذر الكلمة، فكل كلمة يعني عشان أصلاً نقيم كمية إنه ممكن كلمة ما بتشبه كلمة بس نفس المعنى، يعني كنص قدامك بيكونوا ما بيشبهوا بعض ولكن لهم نفس المعنى، فإحنا عشان نقيم هذا الإشي يعني نخلي سيميلاريتي كنسبة أعلى، فإحنا منقوم بعض الأوبريشنز على الكلمات تخلينا يعني تخلي السيميلاريتي تزيد من نعم نعم ستيمينج وبري بروسيسنج ستيبس. بالضبط بالضبط. طيب احنا خلينا ناخذ رو تكست بالبدايه كرو تكست، تيكينج انتو اكاونت اول ذا تكست ويتش مي يعني نوت بينيفيشال يعني فور سيميلاريتي ميجرمنت. بعض الاحيان وجود الستوب ويردز بعطي بيسموها false positive indicator، يعني بعطيك similarity هو ما في similarity لأنه صح. عدد prepositions والstop words معبية فزاد نسبة similarity على الفاضي. بالضبط. ف which is يعني good idea أنك أنت تشيل الأمور هاي، بس خلينا نشرح إحنا مفاهيم ال similarity measurement. similarity. تمام. شباب اللي معنا هذا عنده الأغلبية الصامتة حتى الآن هذا عنده أي سؤال اللي شرحته لحد الآن؟ واضح الأمور؟ تفضل كمل يا بشار. هسه دوري دكتور، الله يعطيكم العافية. معكم أسامة بني حمد زميلكم سنة أولى ذكاء اصطناعي. راح أكمل اللي بلش فيه زميلنا بشار، بس بدي أعقب أول شيء على موضوع الجاكارد سيميلاريتي. إذا بتلاحظوا هاي الصورة هي أنا بقيم هنا مش صح. ليش؟ مثلا في عندنا it is our and هذول شو هذول يعتبر stop words، كمان هذول مش لازم يدخلوا معنا بالحسبة. اوكي نعم. فاحنا بس الصورة هاي اخذناها كمثال انه احنا اخذنا التقاطع على الاتحاد. اوكي بس الفكرة انه الاشي اللي بدي اعقب عليه انه احنا في عندنا pre-processing زي ما حكى الدكتور انه في شغلات لازم نعملها قبل ما نفوت بموضوع Jaccard similarity، قبل ما نفوت بموضوع dice similarity اللي هسه كمان بدنا ناخذها. اوكي مثلا انه نشيل ليست اوف ووردز، انه نوجد السينونيمز لكل كلمه. مثلا ممكن يكون في كلمه موجوده بدوكيمنت معين بس موجود كلمه مرادفه لها بالدوكيمنت الثاني، فبالتالي هذول ما بقدرش اعتبرهم انه بيشبهوش بعض، لا بيشبهوا بعض. اوكي ففي عندنا شغلات بري بروسيسنج، هاي الامور مش راح اخوض فيها يعني، بس هيك يعني للمعرفه لكم. راح ابلش بالالجوريثم الثانيه المستخدمه اللي هي الدايس كوفيشنت. تمام. دايس كوفيشنت هي بتقيس طلعوا هي هون قانونها، هي بتقيس قانونها عبارة عن 2 ضرب التقاطع، طبعا الكاردناليتي للتقاطع مقسوما على الكاردناليتي للدوكيمنت الأول زائد الكاردناليتي للدوكيمنت الثاني. وضح لهم مفهوم الكاردناليتي. راح أوضح الكاردناليتي اللي هي عدد الإليمنتس اللي موجود، the number of elements اللي موجودة inside the set. أوكي يعني مثلا أنا هون لما أحكي الكاردناليتي للدوكيمنت الأول اللي هو انا اول شيء بحول الدوكيمنت الاول لست اوف ووردز. اوكي باخذ الكاردينالتي لها اللي هي عدد الكلمات الموجوده جوا الدوكيمنت، بس طبعا از اسيت يعني اذا في عندي تكرار لازم نشيله. بالضبط. اوكي بالضبط. تمام خلينا ناخذ اكزامبل بس هيك يعني بشكل بسيط انه شو الفرق بين الجاكارد سيميلاريتي والدايس سيميلاريتي، انه ليش هذا اجت فلسف وحكى لك انه 2 ضرب التقاطع على الكاردينالتيز الاولى زائد الكاردينالتي الثانيه تقريبا نفس الشغل اشتغل. اوكي هذا هو بيقول لك انه انت كمان بتقدر تشتغل على الكلمه نفسها ومقدار التشابه بالكلمتين، يعني مش انه مش على السيمانتيك، على التشابه بالشكل،
مثلا طلع على الكلمتين هذول اوكي قسمهم اخذ اول حرفين بعدين الحرف الثاني مع الثالث هيك قسمهم هذول بسموه البايجرام البايجرام بايجرام تكنيك بالضبط اخذهم قسمهم لبايجرامز اوكي بعدين صار يحسب اللي هو نفس القانون اللي احنا حكينا عنه قبل شوي ايش اذا حكيت لكم كم تقاطع الاكس مع الواي هون شو او شو بلاش شو العنصر اللي موجود بالاكس وموجود بواي بس عنصر واحد بس عنصر واحد اللي هو الاتش تي الاتش تي تمام فالاتش تي الاتش تي هي بتمثل احنا بدنا ناخذ 2 ضرب التقاطع 2 ضرب طبعا كم التقاطع واحد فالكاردينالتي للتقاطع يعتبر واحد ف2 ضرب واحد هاي ضرب هاي الاشاره مش ماينس اوكي مقسومه على كم عدد عناصر الاول 4 وعدد أربعة عناصر الثاني 4 بنجمع بيطلع عندي ريشيو كمان اللي هي مقدارها ربع تمام هاي طبعا ربع. انت ممكن تاخذ ممكن تاخذ يا اسامه الترايجرام وممكن تاخذ الانجرام بشكل عام بالضبط ان يعني معك ان واثنين ثلاثه اربعه خمسه والتراي اللي هي بتكون ثلاث الانجرامز بتكون الى اخره ان ان انت بتحدد العدد قد ما بدك بالزبط. يعني هذا بالنسبه على مستوى الكلمه الواحده تمام 100% طبعا معلش بس لانه مفهوم البايجرام هون كسيميلاريتي لكن في شيء اسمه بايجرام كلانجوج موديل بعدين هذا بنتطرق له اللي هي البروبابيليتي اوف سمثينج كمز بيفور اور افتر سمثينج هاي بسموها عاده لما تشوف كلمه لانجوج موديل او بايجرام بتعني البروبابيليتي اوف سمثينج كمز افتر اور بيفور something تمام طبعا لها تطبيقات هائله جدا في السبيتش وبغلافيه تفضل كمل بس هون كسيميلاريتي كسيميلاريتي راح يطلع معي سيميلاريتي ريشيو من هذا القانون نعم اوكي طبعا بتلاحظوا انا بصراحه مش كثير مقتنع بالدايس سيميلاريتي يعني اذا بدي اقارنها بالجاكارد انا شايف الجاكارد افضل ولكن هون اذا بتلاحظوا هو قارن شكل الكلمه وليس السيمانتيك تبعها اوكي يعني انت هون على الدايس على مستوى الكلمه بس بتشتغل ولا على مستوى الدوكيومنت كمان هي بتشتغل على مستوى الدوكيومنت كمان بتاخذ كلمه كلمه مستوى الدوكيومنت او الكلمه لكن ليش مش مقتنع يا اسامه يعني شو الديس ادفانتج هسه دكتور وانا معه كمان هسه هون بس اذا بدي ارجع لورا شوي هسه هذا القانون دكتور اللي هو التقاطع على الاتحاد منطقي يعني شوي داخل مخنا عرفت كيف أو عملية رياضية سليمة 100% هو أخذ التقاطع بس اعتمد بالريشيو اللي أعطاه بالنهاية على حجم الدوكيومنت يعني زي لما بشار قبل شوي طرح دوكيومنتين دوكيومنت كبير هذاك اللي كان بالأخضر فبالتالي بقدرش أحكي إنه هذول في بيناتهم سيميلاريتي عالي ليش؟ لأنه حجم الدوكيومنت كبير فهذا شوي مقنع أكثر من إنه اثنين يعني ليش اثنين ضرب التقاطع على الكاردينالتي للأول زاد الكاردينالتي للثاني يعني رياضياً هذاك حاسه مقنع أكثر في كمان شغلة يعني مثلاً إذا كانوا الكلمتين بنفس المعنى ولكن ما في أي تشابه بيناتهم بالمرة هو يعني بأخذها كاردينالتي يعني بحسب لها قيمة وإذا كان أصلاً يعني كلمات أحرفها زي بعض أو معنى مختلف يعني الأحرف زي بعض والمعنى مختلف برضو بأخذ لها قيمة لكن هي بتكون ما لها قيمة بين التشابه يعني خليكم معي بالنسبة للسيميلاريتي ميجرمنتس هاي كلياتها بتقيس الديستانس بتقيس ديستانس بعد هذا بعده صح. عن هذا والديستانس بالنسبه للتكست ما في شيء اسمه سيمانتيك ديستانس صح هو بس شكل سيمانتيك ديستانس العمليه هون دخلنا بشيء اخر لما اقول الاون سيميلاريتي من ناحيه النصاد هل هو بيشبه النصاد اكيد لما بدي اقيس المسافه بيناتهم بدي اعتمد على الكلمات أو بدي أقيس المسافة بين كلمتين بدي أعتمد على مكونات كل كلمة لكن مش راح أغوص بالسيمانتك لأنه هذا ميجرمنت بعطيني ريشيو قديش الكلمة هاي بعيدة عن الكلمة هاي والنصاد بعيد عن النصاد من ناحية المكونات الكومبوننت لكن من ناحية السيمانتك أنا دخلت راح أدخل بموضوع آخر الآن السيمانتك معناها بدي أوجد السينونيمز المترادفات ماشي ممكن اعمل ريبليسمنت اوحد النصين من ناحيه السينونيمز وبعدين اقيس السيميلاريتي العاديه بكون دخلت على السيمانتيك هاي احد التكنيكس يعني صح تمام اكمل دكتور كمل تفضل طيب تمام
الآن بدي أرجع أعقب على الخوارزمية الثالثة اللي ذكرها الدكتور هو بالأصل، بس إحنا هيك يعني حابين نرجع نشرح عنها شوي، اللي هي الكوساين سيميلاريتي. الكوساين سيميلاريتي يا جماعة الخير باختصار شديد، شايفين هذا هون، أنا في عندي راح أعمل تو فيكتورز، فيكتور بيمثل الدوكيومنت الأول وهو في إشي بيسموه تيرم فريكوانسي والديف تيف اي ديف، أوكي الانفرس تيرم فريكوانسي. هذول شو فكرتهم؟ انه انا حسب مثلا كل كلمه قديش مكرره عندي بالدوكيومنت الهويت الهوزن معين، اوكي طبعا شرح الدكتور المحاضره الماضيه. الان الفيكتورز، الفيكتور الناتج من الدوكيومنت الاول على فرض خلينا نسميه اكس، فيكتور الناتج من الدوكيومنت الثاني على فرض خلينا نسميه واي، اوكي مقدار المسافه او مقدار ثيتا هاي اللي هون، اوكي طبعا احنا شرح الدكتور انه الكوساين شو بيمثل المقابل على المجاور، صح؟ فكلمة كوساين إنه قديش يعني بالمعنى الفلسفي قديش متجاورات، أوكي؟ قديش تو فيكتورز المجاور على الوتر، عفواً عفواً المجاور على الوتر، نعم صح المجاور على الوتر. فبالتالي قديش إنه الوتر ثابت، تمام؟ فإنه قديش قيمة قديش رح يكون متجاورات بينه وبين بعض، هون هي اللي بتفرق معي، تمام؟ فطلعوا الآن لو كانت الثيتا هون 90 يعني الإكس كان هون زاوية قائمة مشكل عندي، تمام؟ هذول أنا بعتبرهم ما في بينهم أي no common coordinates بيسموهم، أو إنه هذول مش ما في بيناتهم أي similarity، أوكي؟ لو كانت الزاوية هاي ثيتا صفر فرح ينطبق الـ X على الـ Y، صحيح. خلينا أحكي لكم هسا كوساين 90 كم؟ كوساين 90 كم؟ مش صفر؟ زيرو، صح؟ أصف. زيرو التهديد. طيب زيرو، فأنا لما أحكي كوساين 90 بدي أحكي لكم ليش إنه فيش بيناتهم أي سيميلاريتي، لأنه قبل شوي بحكى بشار إنه لما يكون السيميلاريتي أو الفانكشن تبع السيميلاريتي قيمته صفر فهذول ما فيش بينهم أي سيميلاريتي. الفانكشن عندي هون الفانكشن الأصلي هو الكوساين، فكوساين 90 كانت كم؟ صفر، فبالتالي ما فيش بينهم أي سيميلاريتي. لكن إذا كانت الثيتا عندي صفر، شو يعني صفر؟ يعني الإكس منطبقة على الواي، ما في بينهم مسافة، تمام؟ فهذول بيكونوا exactly the same، أوكي أو مش شرط exactly the same in semantic، ولكن exactly the same in words، أوكي يعني فيهم نفس الكلمات، تمام؟ نفس النصين، نفس النص، تمام. أوكي فمثلاً هون عفرض إنه إحنا عندنا document الأول والdocument الثاني، هذا كان ال vector تبع document الأول وهذا ال vector تبع document الثاني. طبعاً القانون للcosine شو بيحكي؟ إنه أنا باخذ في نورم 1 اذا بتعرفوه او باللينير الجبر، انا باخذ الدوت برودكت بتوين دي 1 ضرب دي 2 مقسوم على النورم لايش؟ للدي 1 ضرب النورم للدي 2، تمام؟ وانا باخذ النورم لهاي والنورم لهاي اللي هو جذر، راح يكون جذر القيم تربيع، تمام؟ اجيب موضوع تربيع، صح؟ اوكي فانا باخذ النورم لهاي زائد او عفوا ضرب النورم لهاي. هنا هذا بالنسبه للمقام، البسط عباره عن الدوت برودكت، دوت برودكت طبعا احنا حكينا ضرب متجهات، ضرب متجهات، ضرب متجهات بالضبط، المقابل من المقابل يعني 3 في 1 زائد 2 في 0 زائد 0 في 0 وهكذا 100% متجهات. ممتاز دكتور، ممتاز، تمام. اوكي هسه بالنسبه للكود للكوساين سيميلاريتي، طبعا الكود مجهد، الكود للكوساين سيميلاريتي انت لما تحكي انه بدك تشتغل بروجكت جد، كود الكوساين سيميلاريتي احنا بتذكر كتبناه تقريبا 40 سطر، اوكي ولكن انتوا الان مش مخوضين او يعني ما بتكونش تفوتوا بالتفاصيل، عندك عندك البايثون يا اسامه خلاص كل شيء انكلود لايبرري بالضبط، والسيميلاريتيز كلياتها موجوده يعني بالضبط، يعني ما فيش داعي انه يعني حاولوا انتوا كلياتكم حتى وانتوا في الماستر، يعني التارجت تاعك مش امبلمنتيشن، انت التارجت تاعك ريسيرش، تستطيع استخدام اي تول توفر لك شيء جاهز، ما عندي أي مشكلة، بس بشرط ما تستخدمهاش كبلاك بوكس، يعني لازم تفهمها إن أوت شو بتسوي، يعني أنا ممكن أنت تستخدم كود جاهز زي هذا الكود بس تكون فاهم شو بتسوي، على أساس لو بدك تعدل على البروجكت تاعك أو مشروعك تقدر تعدل عليه، هاي النقطة بدك تعدل عن فاليو ولا قطعا ما فيش داعي تكون فاهم، ما فيش داعي إني أنا أبني شغلات من الصفر، ما دام البايثون الآن بالنسبة في عندي بلايبراري اسمها NLTK جاهزة فيها كل إشي بتتمناه بالناتشورال لانجويج بروسيسنج، تمام كل شيء بتتمناه،
من similarities, من part of speech tagging, من speech recognition, كل إشي بدك إياه موجود. فما عليك غير تستدعيه. في عندنا library اسمها skeleton, كل شيء بدك إياه موجود. ف it's good إنك أنت تحط الكود هذا حتى لو كان بسيط. It's good يعني هاي cosine between two sets, وهاي طلع لك قديش ال قديش مقدار الكوساين. الكوساين تمام. طبعا الكوساين طبعا احنا قبل شوي لما كنا نحكي عن موضوع الجاكارد, الجاكارد سؤال, كل ما زادت الريشيو ولا كل ما قلت بيكون السيميلاريتي بينهم اكثر؟ كل ما زادت صح. يعني خليني ارجع شوي لورا. الجاكارد كل ما زادت, كل ما زادت بالضبط. والدايس نفس الشيء والكوساين نفس الشيء. احنا هاي الشيء لازم نعرفه انه القيم عندي محصوره بين الصفر والواحد, كل ما قربت الواحد راح يكون إشي طبيعي بنطبقن على بعض. نعم. إلا في إشي هسه راح نحكي عنه اللي هو الإكليديان ديستانس. هذا الإشي حتى غير مستخدم حاليا. الإكليديان. الإكليديان. الإكليديان ديستانس اللي هي المسافة بين النقطتين العادية. تمام. أوكي. إكليديان نسبة للإكليديان سبيس اللي هو. إكليديس. إكليديس الرياضيات. بالضبط. بالضبط. الآن إذا حبينا إحنا نقارن بين هيك مقارنة سريعة بين الجاكارد والدايس والكوسان كقوانين. أوكي. الدايس زي ما بتلاحظوا حكيناها, اثنين ضرب التقاطع على الكاردينالتي للأول زائد الكاردينالتي للثاني. تمام. الكوسان الكاردينالتي للتقاطع على الجذر. هاي احنا شو لما قبل شوي حكينا نورم ون صح. فهون انت خذها مش زي القانون هون, خلاص خذ نورم للإكس ضرب نورم للواي. أوكي. الجاكارد سيميلاريتي, الجاكارد سيميلاريتي اللي هي التقاطع على الاتحاد. هذا هو قانون الاتحاد على فكرة, يعني مش إشي مفكوك. تمام. اللي هو الكاردينالتي للأول زائد الكاردينالتي الثاني ناقص الكاردينالتي للتقاطع. أوكي. طيب الإكليديان ديستانس هي بحكي لك هي طريقة تمام لحتى أوجد الديستانس تمام أو أوجد straight line distance between two vectors. أوكي. يعني مثلا أنا عندي two vectors بدي أشوف كل نقطة إيش بتقابلها, إيش الديستانس بيناتهم, بأخذ مجموعهم تحت الجذر. أوكي. بيطلع معي Euclidean distance. Euclidean distance لا, كل ما زادت بيكون أسوأ مش أحسن. تمام. نعم. أنا قاعد بحسب مسافة, أنا بحكي لك المسافة زادت. شو يعني مسافة زادت؟ يعني النصين بعد عن بعض. بعد عن بعض بطل يشبهوا بعض. معناته بتاع صار في دايفيرجنت اكثر بيناتهم صح, ولا كل ما زادت المسافه. نعم هذا صحيح. هذا انديكيتر اخر, يعني انديكيتر عكسي. عكسي بالضبط. نعم تمام. بس هي بطلوا يستخدموها كثير حاليا بالتكست سيميلاريتي لانها هي اصلا تستخدم بالنيوميريكال داتا اكثر. تمام. اكثر من التكستوال داتا. اوكي. هذا برضو كود للإكليديان ديستانس اللي هو نفس طلعوا, يعني الإشي موجود طلعوا لايبراري اسمها SciPy, فيها جواتها سب لايبراري أو سب كلاس اسمها Spatial Distance. Spatial في عندك جواتها Distance, آخر إشي Import إكليديان, وبس استخدم الإكليديان للفكتور الأول فاصل الفكتور الثاني تطلع معك المسافة. أوكي. نعم. طيب هسا بس خليني أستعرض بشكل بسيط ذات ال شو اسمه الدايس سيميلاريتي والجاكارد سيميلاريتي. اوكي. طيب تمام. هسه الجاكارد سيميلاريتي اول شيء, احنا الجاكارد سيميلاريتي حكينا برجع بعيد قانونه كان انه التقاطع على الاتحاد. اوكي تمام. انا في عندي فانكشن اسمه جاكارد سيميلاريتي. هذا الفانكشن انا بعطيه شيء اسمه انكوير. شو يعني انكوير؟ اللي هو الشيء اللي انا بدي استعلم عنه. انا في عندي تو دوكيومنتس صح, في عندي انكوير وفي عندي دوكيومنتس اللي بدي ابحث فيها. الانكوير يعني مثلا انا بدي استعلم عن نص شو اكثر النصوص مشابهه له, بدخل هذا النص بروح ببحث لي بداتا بيز, ببحث لي باي مكان عن نص مماثل لهذا النص زي الكويري بداتا بيز. يا زي الكويري زي الكويري. طب انا ما بفكر انه هذا شيء, هذا شيء مهم جدا جدا, هذا كويستشن انسرنج سيستم. اذا بتتذكر اعطيتكم مثال قلت لكم أن فتح القدس, قلت لك بدنا نروح نبحث نجيب الـ most relevant document that contains the answer for this question. بالضبط. And inside this document
I can retrieve the most relevant paragraph that contains the answer for this question. صح. Another level يعني of searching. فأنت لما بتقول لي inquire وdocument بدك تروح تبحث أي document أقرب له، هي question answering system تعتبر. أو query. Question answering. أو مثلاً زي جوجل لما تبحث عن شغلة معينة. نفس الفكرة. نفس المبدأ. طبعاً مع اختلاف التكنيك إنه هناك inverted file. تفضل. تمام. هسا دكتور. أول إشي أنا الانكوير اللي هي راح تكون الإشي اللي أنا بدي أستعلم عنه فيها كلمات زي ما بنعرف هي string نص معين string في كلمات هذا string أوكي طيب هسا هذا string بس دقيقة خليني أعمل له هون split forward and inquire.split تمام هسا الإيش string split هاي شو بتعمل تقسم string لتوكنايز أو تقسم tokenization تمام الان كل وورد انا اخذتها واستدعيت والله اسامه بس فوق قبل ما تكمل فوق خلي الشباب يشوفوا في عندك بعدني تقول import NLTK import NLTK natural language toolkit natural language toolkit هاي موجوده built in في البايثون فيها اشياء كثيره جدا بتسهل عليك التعامل مع natural language processing بما فيها الأشياء اللي ذكرها من tokenization من stem حتى الstem هاي الفانكشن تبعها موجود هي تحت الـ NTK إلى آخره بس سؤالي لك يا أسامة كونك استخدمت هاي الأشياء استمر للغة العربية موجود فيها يعني والله أنا بصراحة اللغة العربية ما جربت يعني أنت شجعتني أبلش فيها عرفت طبعاً بدي أشجعك إحنا فما كنتش أشتغل عليها يعني في عندنا استمر موجود مشهور جداً للغة العربية الخوجة هو من أصل لبناني وكان يشتغل في السيليكون فالي في أمريكا في ولاية نيويورك شركة السيليكون فالي كان أفضل استمر حقق على مستوى العالم للغة العربية مع جنسية أمريكية ولكن من أصول لبنانية يعني خلينا نقول الرجل حتى لغته العربية مش قوية كثير ولكنه كتب كود في الجافا لاستمر للغة العربية حقق أفضل نتائج على مستوى العالم لأنه عملية الاستم للغة العربية light استمر أو depth in depth استمر اللايت استمر بس بشيل البريفكس والصفكس عن الكلمة يعني الزيادات اللي بتلحق بداية الكلمة ونهاية الكلمة لكن الديبر انك تشيل الانفكس الزيادة اللي بتيجي بالوسط وهاي عقدة اللغة العربية يعني اللغات كلها ما فيهاش انفكس الا اللغة العربية زي جمع التكسير الزيادة مثل فتحة فاتح يفتحوا فاتحة شو بدريك انه الالف هاي اللي بالنص زي الالف بالنص فاحنا نقول يعني هسه راح اطلب منك شغله كمل شرحك بس حبينا ننوه للامبورت فوق عشان الشباب اللي راح يشتغلوا بايثون يعرفوا انه في ان ال تي كي فيها مجموعه من الفانكشنز والبروسيجرز واليوتيليتيز اللي ممكن يستفيدوا منها تفضل يا اسامه انا كنت بدي اشرحها دكتور بس لما اجي هسه كنت بدي احكي لك هسه احنا كل كلمه بالانكوير نستدعي لها فانكشن اسمه ستيم وورد اوكي او ستيم وورد هذا الستيم شو وظيفته يرجع جذر الكلمة هاي أو شو أصلها تمام جوا الـ NLTK في كلاس اسمه stem.porter.porterStimmer هذا الستيمر برجع لك بس بتعطيه كلمة وهو برجع لك مباشرة إيش الجذر ستيم تفعل تمام أوكي ليش أنا بدي أتعامل مع جذر لأنه حكينا يعني هي pre-processing لازم أنت قبل ما تبحث عن كلمة افرض أنه إلها جذر هون وإلها جذر هناك two documents بدك تبحث فيهم الكلمات كلهم لازم تحولهم لإيش؟ لازم تأخذ الجذر. أوكي؟ طبعاً. تمام. الآن في عنا هون بعد ما عملت هاي الحركة إنه إحنا حطيت الستيم لكل كلمة. حطيتهم بلست بعدين حولتهم لست. لست عشان نأخذ هسه كمان شوي الانترسكشن. تمام. ونشيل التكرار. أوكي. مشيت على الدوكيومنتس. الدوكيومنتس شو هون؟ الدوكيومنتس هي لست فيها كل الدوكيومنتس اللي بدي أبحث فيهم اللي بدي أشوف اللي بدي أقارن الإنكوير فيهم. تمام؟ يعني احنا هذا جزء من يعني من كود لمشروع تخرج انه الدوكيومنتس اللي احنا كان مخزنه بداتابيز جبناها كلها
وبدنا نقارنها هسه بالانكوير. اوكي طيب، مشينا عليهم دوكيومنت باي دوكيومنت. الان شو عملنا؟ عملت ست للدوكيومنتس سب اي دوت سبلت. شو الدوكيومنت سب اي؟ يعني الدوكيومنت الاول بس لا هاي هون خطا انها تكون ست. ليش انت حولت الدوكيومنت الاول لست؟ لا الست هون لازم. تمام اوكي تمام، حولت الدوكيومنت الاول لليست. الان شو اللي عملته؟ رجعت عملت للليست هاي، اخذت كل كلمه بهاي الليست. شو عملت لها؟ اخذت الستيم لها ورجعت عملتها ست. يعني نفس الشيء، كل دوكيومنت عملت له زي ما عملت للانكوير. اوكي قسمناه واخذنا له الستيم وضفته للاري. بالضبط ضفنا بالاري. بالضبط ضفنا الان للاري. شو اللي ضفنا للاري؟ انترسكشن على اليونيون. الانترسكشن على الانترسكشن. وبعدين ضفت شغله ثانيه اللي هو الرقم تبع الدوكيومنت الاندكس عشان تعمل ريتريفنج له. بالضبط هذا الشيء. هذا الشيء هسه عملت سورت بناء على الريشيو هاي. طبعا ريفرس سورت، كان اول دوكيومنت بيكون هو اعلى دوكيومنت له سيميلاريتي مع الانكوير. تعرف انت شو اشتغلت هون؟ اشتغلت your work is similar to LDA. LDA وانا راح مر معاكو latent direct اللهم صل على سيدنا محمد. ال LDA بتشتغل بنفس الطريقة، بترجع لك ال most relevant document. طبعا في tool جاهز لل LDA. هاي بترجع لك بتعمل topic modeling. يعني انت عندك مجموعة من التوبكس وبدك تقسم مجموعة عفوا من الدوكيومنتس وبدك تقسمهم لمجموعة من التوبكس. فهي بتقسم لك طبعا انت بتطلب كم من توبك. يعني انا عندي مليون دوكيومنت وبدي اقسمهم لعشرة مواضيع، اقتصاد، سياسة، رياضة الى اخره. بس انا مش راح احكي سياسة ورياضة، راح اقول 10 توبكس. راح تعطيني تقسم لي اياهم اذا تعمل كلاسترينج ل 10 توبكس، تعطيني الموست ريليفنت لكل واحد. الان بعديها ممكن انا اعمل كيوري وتعطيني الموست ريليفنت دوكيومنت تو ذيس كيوري. بنفس الطريقه ترى بتشتغل، بس طبعا هون انت عامل جاكارد، لكن هي في لها خصائص ثانيه، في ويتس وفي بروبابيليتي وفي جاكارد داخل بالموضوع. يعني مش على البساطه هاي، لكن It is similar to what you do by sorting in reverse order. تفضل. بس هاي هون الاخر شيء الفور لوب هاي، بس عشان اعمل يعني شكل الريتريفال داتا راح تكون. نعم عندك اكزامبل كاونتر اكزامبل. يعني لو رن للانتعاط هنا فانكشن، وين المين بروجرام عندك؟ دقيقه انا هون اخذت الفانكشن، انا قسمناه بدون قسمناه هذاك المين فوق. يا زلمه هذاك هو المين فوق. خلنا نكتبه هون. دقيقة شو اسمه ذكرت؟ خلينا اعطيني المثال دكتور زي ما بدك. بالله اكتب لي. بقدر اكتب الدوكيومنتس ولا الدوكيومنتس انت مثبتها؟ هي الدوكيومنتس. لا ببعث له ليست اوف دوكيومنتس هسه. لا ابعث له بالله باللغة العربية خلينا نشوف. يعني اللغة العربية. تمام. يعني بعث اكتب انت هنا انكوري. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. حط اللهم صل على سيدنا محمد. تشرق الشمس. من الشرق. يا الشرق. ناشرة. تمام. ناشرة أشعتها المخملية. خلينا اكتب شعر هسا. لا حد ينام. لا حد ينام يصحو. على الكرة الأرضية. أيوة. ابعث لي دوكيومنت. دقيقة دكتور دقيقة، خلنا ناخذ عشان أقصر الشغل هون. أنا أخذنا الفاريبل هذا الشغل.
عجقتك اللغة العربية انها هنا عن حريف مسح كنترول زد لا عادي سامع هو هيك ريحله عادي عرفها تمام هيك ريحله بده يبعث هسه شو بدك تبعث دوكيومنت بدي دوكيومنت بده يكون ليست اعطي ليست فيه دوكيومنت واحد مثلا عادي هات لك بدك تكتبه يعني تكتب جواته تطلع الشمس اكتب تطلع الشمس من من جهة الشرق وتنتشر أشعتها في كافة الاتجاهات طبعا في طبعا سيميلاريتي اذا بتلاحظوا صح ولا لا صحيح لكن شوف بزبط على العربي ولا لا لا انا خايف من فانكشن انا خايف من الاستيمينج بس يعني ايوه وانا كمان بس احنا ممكن فانكشن الاستيم ممكن نخليك تعمل بدون استيمينج علق الجهاز ما هو علق لانه يا نام بسبب المخملية هاي يا ابصر شو صار فيه شيء رجع لا بده شوي البروسيسنج اذا بعمل ستيمينج فبتجوز باخذ تايم بالبروسيسنج جز دكتور اول مره بكتب عربي لا يزبط يعني شو ما يكتب صريحي في حدا صريحي عندنا لا يلا مليح اعتمد عزوز من جديدته بنفع لا ما جديد تعادي هاي يد هوامر ما طلع إشي دكتور يا حبيبي طبعا طلع دقيقة لازم نعمل برنت للإشي اللي احنا بنرجعه يعني برنت للكل قال ما طلع إشي يعني ما وهو مش عامل برنت لا إله إلا الله خلص أوكي هسا عيد هاي طلع دكتور يا سلام هاي النسبة 25% أوه طيب أغلبك شغلة أمرني دكتور على الكونسول روح على الكونسول اطبع لي محتويات الانكيور ليست ولا ستي انت بدك اياها از سيت اطبع لي اياها ما هو الفاريبل موجود هو بده يشوف ايش فيها محتويات الفاريبل او وريني الاوبجكتس فوق اللي هن شو اللي راح يرجع هون قصدك لا الفاريبل روح على الفاريبل أيوة. لا 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 دقيقه اسامه امرني دكتور الكونسول جزئين الجزء الفوقاني في شيء اسمه variable explorer بعرف تمام افتح لي variable explorer اوكي خلينا نروح على هيو هيو اعمل كليك عليه بس يزم طيب هاي عملنا كليك عليه اعمل كليك عليه فوق هيو لا هون على البوتون تحت وين تحت في عندك ايوه كليك عليها ايوه السترينج الاول ليست الاول طيب هو دكتور هذا destroyed اصلا مجرد ما طلع من الفانكشن خلنا اطبعه هون انا نسيت انه الدومين انه السكوب تاعه انتهى طيب اوكي اي طبعا المخمليه الكره اشعتها ناشره ما اخذ الجذور طب ما اخذ الجذور ما اخذش الجذور صح ما اخذهمش بس اخذ الكلمات كما هي صح معناته الاستمر ما فيش استم باللغه العربيه هون رجعنا شكله لل رجعنا بس عمل تيكونايزيشن وتجاوز عمليه الاستمينج طب كيف انت عرفت انه ما اخذش الجزء انت طبعت ايش شو اللي طبعت انكوير بعد ما عملنا استم للورد الست نفسها اوكي لاحظين يا شباب شو يعني التيكونايزيشن شباب اللي معنا بالمحاضرة على الكونسول كبر الكونسول شوي بسيطة يا أسامة تمام دكتور بس شو أيوة لاحظوا الجملة الأولى بس لا بكفي قسم العبارة الأولى إلى توكنز بس طبعا اللي عمله أسامة إنه كان أخذ الستم للكلمات بس طبعا اللغه العربيه ما انطبق عليها الاستيمينج هون اتس بينيفيشال لو اننا قد حالنا اذا البايثون باعتقادي البايثون الان ممكن تدعم دكتور نعم
في library اسمها BY Arabia. أيوة. هاي فيك تعمل تستخدم فيها. يا تمام يا ريج، من زمان أحكي يا ريج، مالك من لا انضميت إلى الأغلبية الصامتة، من زمان زدت علينا هالكلمة. في كمان library ثاني اسمها تأشفين أو إشي هيك يعني. تأشفين. أنا كمان أيوة. أنا يعني بتذكر إنه في شغلة زي هيك، بس ما جربتهاش بالنسبة للستيمينج لأني بعتبر أنا موضوع استخدمتها. ممتاز ممتاز. إذا هاي it's good إنك أنت طبعا هون أنت عامل جاكارد يا اللغة العربية هون لاحظوا على من طيب الله ما فيش عندك utility بتشيل stop words في الـ في الـ في البايثون. ارجع الكود عندي للإنجليزي للإنجليزي. أيوة أنا عندي text normalize. هاي text normalize اللي هي بتشيل التكست نورماليز. طيب جربت أريد جربتي شغلة زي هيك على اللغة العربية ستوب وورد؟ لا في لايف باللايبرري كأنه البي واي أريبيا في ستوب وورد ليست بترجع لك يعني. ممتاز ممتاز جدا. يعني خلينا نقول لايبرري هاي بنقدر نضيفها للمشروع تاع أسامة وبعدين بصير شغله على اللغة العربية كله مثلا. مالك مستقل هذا الشيء مش موجود؟ لا مش مستقل والله دكتور. يعني شغل اللغة العربية شغل اللغة العربية شغل مهم جدا. احنا ما شو بهمنا بالله، انا بدي اجي اطبق على الانجليزي اللي هم بالنسبة للغتهم عملوا كل شيء. احنا المشكلة عندنا، المشكلة عندنا، في مشكلة عندنا، احنا محتاجين هاي التطبيقات للغة العربية كثير ترى، كثير كثير. طيب شو سويت تسا؟ شو سويت؟ دقيقة دكتور بس طبعا بدي عمل شغلة عشان بي واي أريج. شو اللايبراري اسمها؟ بي واي أريبيا. دكتور بس اللي كأنه على الأغلب إنه بالن ال تي كي يحط دوت كوربس. بعدين import stop words. هاي هو بالن ال تي كي حاط دوت كوربس. شفتك حاط يا أصلا يا زلمة عجقتنا. وين روح دخلت عمل يوم متى؟ لا إله إلا الله. عمل يوم جاب نورماليز. جاب هاي عملت نورماليز دكتور وضفت ليست وسترينج. يا زلمة تفرد بتفرد عضلاتك علينا يا ابن الحلال. احنا تسألك دكتور لا يا محسنين يعني احنا ما فيش عضلات. طيب شو اللي بدك تسويها الان انت؟ بس احنا كنا مع ريج عشان بدنا نقول لك انه او للجميع انه في لايبراري بتدعم الاستمر للغة العربية البي واي اريبيا، وفي برضو كمان لايبراري ثانية والله اعتقادي اللي حكت عنها تاشفين نفس الاشي بتدعم الاستمر والستوب وورد ريموفل، وبامكانكم تستخدموها في التكست مانيبيليشن للغة العربية والتكست سيميلاريتي والامور هاي والتوكنايزيشن. يعني مثلا من عن على هذول ما لهنش استمر، هذول اصلا لازم تشيلهن قبل ما تعمل سيميلاريتي. عطوفتك. تمام دكتور. ما زبطتش شو اسمه هون الشيء اللي انا مشتغله تبع الانجليزي ما على العربي. مش تمام. مشكله بس احنا بعدين ممكن نحط مثال آخر على similarity ونشوف. بس كويس إنه بالنسبة للغة العربية عمل خلينا نقول قاس المسافة بين two documents ولو مع إنه ترك. نعم تفضلي. بالنسبة لل stop words عشان نطلع اللغة العربية بتكتب stop words dot words وبعدين between parentheses a single quote Arabic. ممتاز. الآن على نفس ال على نفس ال NLTK فيك تستخدم هذا الحكي مباشرة. مرة ثانية بالله اسمع يا أسامة نقليني من ال NLTK يعني احكي from NLTK. تمام. أيوة اللي هي دوت بس شوي دوت كوربس. كوربس دقيقة. أيوة. موجودة هون دقيقة ثواني. import stop words.
تعرفوا شو الكوربس؟ ها شو يعني كوربس؟ ايوه هاي بس انه ايوه بالضبط. انت بدك ستوب ووردز خلص تمام بالضبط. دوت ستوب ووردز ولا ستوب وورد هون بدها فروم. ثواني دكتور فروم analytical corpus import ايوه ستوب وورد هيك بين قوسين عربك. لا 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 مش هون هسه بتنزل تحت بتعملها بليست بتخزنها هاي الشغله الستوب ووردز هدول. إيه انزل تحت يعني اغلبك بس إيه عرف اي ليست بدك اياها. ماشي هاي ليست ايكوال الستوب ووردز اللي هو اسم اللي انت الكلاس اللي اوريدي اخذته ستوب ووردز تمام دوت ووردز بعدين بين قوسين سينجل كوت عربك عربك بين سينجل كوت ايوه هيك تمام. يعني هسه طيب ماشي عشان اشيل ستوب ووردز ايش بدي اكون استعمل نفس اللي اشتغلته على الانجليزي نفس اللي اشتغلته على البرنامج كاد بس ست هون طلع لي الست هون هاي اللي هي الدوكيومنت داخل اللوب بعد ما كونت الست اعمل اكسكلود للستوب ووردز منها يعني اطرحهم دقيقة. من بعض طيب دقيقه دكتور بس اللي هو الامر اللي شو اسمه على نفس الكود اللي كنت فيه ترى يعني فاهمك دكتور فاهمك اطرحهم بس هاي ريموف بونكتويشن و بس دقيقه وش تضيف الفانكشن تبع ال اللي بيعمل نورماليز التكست تمام اوكي ديك خلينا اشرب قهوه رفع ضغطي فيش لور كيس باللغه العربيه اوبر كيس يعني ما بضرش لو ظلت لور او اوبر ما بضر اذا بتحب مبدئيا اطبع الليست عشان نعمل تشيكها لل الستوب ووردز اوكي بس بتكون بالالاف ولا لا بعرف شو يعني بس انه عادي أنا كان بي انا خابر displayed. انا خابر انه عندي كان ملف فيه حواله بحدود 2500 كلمه ستوب ووردز في اللغه العربيه هو ضيع شو اسمه الان ال تي كي اصلا كلها مين هو اللي ضيع الكونسول هون على سبايدر دكتور بضل لا ضيع بامكانك تلغيه وتعمل له بايندينج مع كونسول ثاني مع انذر بروسيس تمام تعمل نيو كيرنل هاي عملت نيو بس هون نيو كونسول نشوف شو بصير هاي يشتغل في عندك ايرورز فوق ريسورس ستوب ووردز نوت فاوند هي هيك ستوب ووردز بتقدر ولا ستوب وورد صاونة بس شوي يلا بس شوي اشوف لاني طفيت اللابتوب بس شوي شو استفدنا منك هيك يا طب خلص مش مشكلة دكتور هسه بحكي لك شو بعمل جرب الوورد يا أسامة لا دقيقة يا بشار لا انت هون حاط الكورب ايش العربيك لازم تكون بتويل سنجل كوت وكلمة عربي انها كلها انه كلها سمول لتر سمول لتر شيل لي هيك بتاع بس هو اصلا بحكي لك السلوب ووردز مش موجود كموديل طيب جرب هسه هاي نفس المشكلة بس نفس الشيء هون بس بضيف كوربس بتأكد دقيقة دوت شوف في هون لازم يكون في ستوب ووردز صح؟ عند الحرف الأساسي تحت 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 يا أسامة وين طيب؟ ما في دكتور بس ما في ليش طيب؟ ممكن حتى. إنه بيجوز لازم تنزل إشي ممكن بيجوز يكون في عندك إشي ناقص بيجوز الجزء لما نزلت الباكج كان ناقص النبي أو الأنتيكي طيب مش مشكلة تمام في أبديت ترى بصير عليه كمان
اوكي بيب او كوندا انت على اندر بليت اندر كوندا انا كوندا كوندا في كوندا انستليشن ان ال تي كي برضو كوندا كمان بنزل لك اياه بتضيفه لل يعني بس هاي نزلها طيب دقيقه شوف هسه بس بدك تكون عامل اكسكيوت للفرام ولا لا كيف دكتور يعني لو تنفذ اول الامبورت قبل تمام طيب دقيقه يعني في ران سيليكشن يعني ظل الاول مجموعه خلاص هاي هيك اوكي بس بيطلع لي البرايفت ميثودز او الميثودز الموجوده جوا الكلاس هو ممكن يكون كلاس جوا كلاس عشان هيك يعني دوت كوربس بس ما بزبط غير هيك يعني دوت ان ال تي كي دوت كوربس دوت ايش تفضل بس دوت كوربس بعدين عملت امبورت ستوب ووردز هيك انا عملت هي ستوب ووردز موجوده هاي ظهرت ظهرت مظبوط ظهرت هيها بعد هيك يمكن انك تعمل كول للستوب ووردز جواتها ووردز ميثود دوت ايش ستوب ووردز دوت ايش كنا نحكي دوت ووردز دوت ووردز دوت ووردز بعدين للارابيك عربيك نفس الايرور يعطيك انه ستوب ووردز انه مش موجوده طيب لو عملنا انه هيلب للكيرسر يعني دقيقه أو للكير نص شوف الكلاس من جوا كيف مبني أظل الميثود هذا الدفع الدوكيومنتيشن للكلاس تبع الكير الميثودز هيهم ما في ستوب ووردز اصلا طيب ليش تعرف عليها فوق بس تحت ال في شيء تحت الامبورت ان ال تي كي بجرب لا بتبدك تعمل لها داونلود لهاي الستوب ووردز لازم تعمل لها داونلود انا نزلتها تنزيل روح اكتب جمله ان ال تي كي دوت داونلود هون انا كتبتها بالعادي كونسول لا مش بالكونسول كتبتها جوا الكود وعملت لها اكسكيوشن وبعدين شلتها حطها فوق زي ما حكت برضو بصير انا التيكيت بعدين دوت داونلود بين هذول البارنثيسيز ستوب ووردز ستوب ووردز دبل كوتيشن خلص نفذها ظللها ظللها لحالها رايت كليك عليها run this selection رايت كليك run selection 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 تحت ايوه خلص ترو خلص عمل لها داونلود والله اسامه لازم تدفع لاريج وتدفع لي انا كمان يعني قاعد بعلمك شغلات أبشر أنا معه الناس الشباب الثانيين اللي معنا وينكو معانا انتو موجودين دكتور موجودين بتكون تدفعونا كمان يعني احنا كمان يعني قاعد نشتغل على الفاضي يعني مش ما في ستوب ووردز في ستوب ووردز دكتور بس عجقتنا يا زلمه طلع هذا الشيء الجديد دكتور كوربس از نوت ديفايند ليش لا انت كاتب كوربس دوت ووردز هي ستوب ووردز دوت ووردز تحت تحت تمام كوربس دوت
stop words dot words. هي جاب. يا سلام. هذول شو هذول؟ مش كثار. مش كثار. إذ إذا إذ ما إذا يا زلمة. برد لك الشاشة دكتور كمان. لا حولتنا ايوه اي اين بكم قديش عددهن بالله شوف اللينك تاعها قديش اللينك تاعها هسه شوف كمان قوس 248 مريحات ولا البلاش طب معناته بتقدر انت تنزل تحت تعمل ريموف خلص ما دام طهر معك تعمل ريموف للستوب ووردز طيب ما دام هيك اريج ممكن كمان ما دام شال الستوب ووردز اذا اكيد في استمر دكتور استخدمت انا لايت عربيك لايت استمر لايت استمر برضه من ال من ال ال تي كي اسمه AR لايت استمر AR لايت AR اسمه لايت استمر شو لازم نعمل بس ارجع اتاكد والله من ال لايت استمر شايف اسامه لايت استمر لايت استمر معناته بريفكس وسفكس يعني منشيل الزوائد اللي في بدايه الكلمه النهايه دكتور ايوه صراحه لا استخدمت تشفين مش ما مش من مش من الان ال تي كي ما استخدمت تشفين طيب مش مشكله خلاص المهم هاي يعني الستوب بس ما دام الستوب ويردز موجوده باعتقادي لازم يكون في استمر هو في اللي هي nltk.stem.arlstm في طيب نعمل أسامة أيوه أسامة ضيفها شو أعمل from nltk.stem .arlstm هاي هاي ار ال اس تي ام موجوده الموديول تمام اعمل امبورت ليش بعدين امبورت للكلاس اللي هي اي ار ال اس تي هذول كلهم كابيتال اي ار ال اس تي اس تي بعدين اي ام سمول خلص هي موجوده الان بقدر يستخدم الستيم ويرد ولا شو بصراحه انا هذول ما استخدمتها يعني عرفتها وحاولت فيها ما زبطتش كثير معي حسيتها طيب فوق بالانكوير تحت يا اسامه انت عامل ستيم وورد بدل ستيم ووردز اكيد في فانكشن بالاي ار ال اس تي لايت ستيمر كيف ممكن تستخدمها كيف ممكن تعرف الفانكشن لاقي اكتب اي ار ال اس تي اي ام دوت بس خلينا نعمل الفانكشن موجود جواته ماشي ها تاكد اول شيء ايوه شوف سفكس في ستيم هيها ايوه سيلف توكن وفي سفكس وفي بريفكس تفوقيها بريفكس شايفها وهي سفكس وفي فيرب تي 1 فيرب تي 2 نورماليزيشن بلولر تو سنجولر بريفكت انت اعمل ستيم استخدم كثار كمان دكتور الفانكشنات ممتاز اعمل ستيم بدل ستيم اعمل ستيم لا ستيم تمام هذا خلص كله شيء صح؟ تبع الستيم نجرب هسه هيك نشوف كيف صارت الوضع missing going required الستيم باخذ تو باخذ التوكن كمان مش وورد خلينا نرجع نشوف احنا لما كتبنا ستيم قال لنا سيلف وانكوير او سيلف وستيم صح؟ لا ال باخذ تو باراميترز سيلف وتوكن دكتور سيلف والتوكن شو السيلف بقصد فيها يعني المعقول لازم اعرف اوبجكت من نوع ار ال اس تي ام مش فاهم انا انه معقول الاي ار ال اس تي ام او الاي ار ال ستيم هذا شو اسمه كلاس نعم بده اوبجكت عشان اقدر استدعي باستخدامه بس مش فاهم بالضبط شو ممكن يكون الشغل المهم هاي في استمر للغه العربيه which is good طيب احنا ما بدناش نبتعد عن موضوعنا اتس جود انه حاولنا هاي الشغلات كلياتها يعني وجه لوجه وجود انه عرفنا انه في استمر للغه العربيه وفي اشياء كثير ممكن تعالج فيها اللغه العربيه نرجع للبرزنتيشن تاعك بس دقيقه دكتوره جرب شغله اخيره جرب انت زي مهووس بالبرمجه يعني بضل ورا المشكله لو بضل صاحي للصبح دكتور
خلاص ما في شيء. بالAR الSTM أتوقع فيها light steam ولا ما فيها light steam؟ فيها light steamer اللي هو suffix و prefix. ارجع بالله على الAR الSTM يا أسامة. اعمل دوت بس. أيوة دوت. ما أنا شلت الإمبورت عنها. رجع. إلى النقطة هاي. طيب. فورم دولار. ري أي بريف. صف. هاي بريفكس وصفكس. وفيرب. شوفي كمان. هذولا كلهم. هذولا كونستركترز وإلى آخره. بس فوق في عندك الستم. مش هيك وين راحت الستم؟ كانت موجودة الستم والصفكس. بس السلفة شو بتعني؟ ما فيش أي هيلب ممكن يساعد؟ أتوقع إنه لازم تعمل كونستركتر وتستدعي الكونستركتر. هو يمكن هيك أتوقع. هاي هيلب. ما هو لسه في عنا وين الإرب؟ هاي شلنا استمرت. تنفذ الجملة هاي لحالها. هذا ال. تمام دكتور. بدنا function الستم صح؟ أي تحت تحت تحت. أصابك. آخر شيء هاي بس بس. حسب الشهر بدور على حصيني. ايوه انت وقع الواد عندك عندك حبست دكتور مشروع على قلب عربي ثلاث دقائق فانكشن جيت ذا ووردز ستيم بيست اون ايلر سيم. طيب شو استفدنا منك؟ بدنا السلف. ما استفدناش. شو السلف بقصد فيها؟ يعني بده يعني مشكلتي مشكله انا دائما بخلط. انا بقول لك شو الحل دكتور. الحل جوجل. انسى ما حكت لك. ايه دكتور حكت لك اريج انه بدها كونستراكتر بجوز او بدها اوبجكت. هو بدها اوبجكت بس انه خلينا نفهم بالضبط. اكيد مشتغل عليها هو. انزل تحت خير. انزل هذا حكي. هذا الكلاس من جوا. هاي 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 الكلاس جوا جوا. انشيت سيلف فوق. عامل انشيت للسلف. انزل اشوف اذا عامل اشي عليه تحت. طيب باعتقادي في شو بسموهم سيستم في سيستم فاريابل اسمه انشيت سلف. انشيت سلف. كأنه طيب اوكي ماشي ممكن هون. هذا برضه أعطاني الهلب اللي شفناه قبل شوي ما استفدناش. لا بس أعطاه بعطيك مثال. في جنبه في جنبه سورس. في جنبها سورس. هذا اللي بتشوف واحدة. الكود تبع الفانكشن. شيء بلكي يعني متوسف فيه. خذ هاي هون هاي هون. شو سيستم هاي؟ شي اي ستم. بس لا أنت بدك ال دي هذيك. فلتر. انا ما جربتش استخدمه قبل هالمره ولا ممكن اجرب اوبجكت زي هيك مثلا مثلا يعني زي A مثلا هيك انشات اوبجكت منه. طيب هسه هو اتوقع هيك حل هالمشكله. جرب احكي بعدين اسم الاوبجكت دوت اسم الميثود. اسم الاوبجكت دوت اسم الميثود بالضبط. A دوت اسم الميثود. اسم الميثود اللي هي ستيم. ستيم ووردز. احنا غيرناها صارت ستيم اللي هي ستيم. عجقه عجقت نيزم. استيار اوبجكت. شو هذا؟ كيف افترض انها سترينج؟ ستيم دوت بورتر. ااا
دكتور تفضلي تفضلي. ممكن سؤال؟ هلا فيني اطلع منبع من خلال البورتر ستيمر مرة ثانية؟ موجودة في الانتي كي. موجود. هلا ممكن اطلع منبع الكلمة من خلال البورتر ستيمر؟ منبع اللي هو الجذر من خلال البورتر ستيمر. ايوه انت شو بتقصدي بمنبع؟ المنبع اللي هو الجذر يعني قصدك؟ الكلمة الأساسية. ايوه هي يا جذر يعني جذر. يا شو اسمك انت؟ دلال. الصوت تاعك بقطع بشكل كبير. دلال دكتور اسمه. دلال. دلال. دلال ال 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 في شيء اسمه منبع باللغة العربية، في شيء اسمه أصل الكلمة المقصود فيها الجذر الكلمة، جذور الكلمات. جذر ممكن يكون ثلاثي، ممكن يكون رباعي، ممكن يكون خماسي، مظبوط ولا لا؟ أوكي هي اللي وطبعاً طبعاً في قواعد باللغة العربية، إذا كان الكلمة على وزن مثلاً فعول كيف تطلع جذرها، أو مفعلة كيف نطلع جذرها، هاي الأوزان. تمام، الأوزان كل كلمة على وزن مفعلة جذرها على وزن فعلة. في بعض الشواذ باللغة العربية ما بنطبق عليها قواعد التفعيلات، هاي جذور اللغة العربية. الآن إحنا من أحد المواضيع الصعبة كانت إيجاد جذور الكلمات في اللغة العربية مع الأبحاث من زمان زمان، يعني بتذكر وأنا طالب ماجستير وإحنا كنا نكتب برامج نحاول نوجد فيها بطرق مختلفة جذور الكلمات باللغة العربية. الآن البايثون إذا بوفر لنا هاي اليوتيليتي، طبعاً شو مشكلة اللغة العربية؟ زي ما قلت لكم مشكلة اللغة العربية إنه فيه انفكس بالوسط، يعني فيه زيادة تلحق الكلمة بالوسط، هاي التخلص منها والرجوع بالكلمة إلى أصلها صعب، لأنه ما بنعرفش إنه هاي الحرف اللي بالوسط هذا هل هو زيادي ولا من أصل الكلمة، هاي هون النقطة. لذلك كان من الصعوبة، طبعاً في طرق وتكنيكس استخدمت كثير، منها طرق إحصائية ومنها طرق الدكشنري أو الداتابيز الجاهزة، لكن هون أنا متأكد إنه البايثون إذا كمل شغلك أنت يا أسامة. البايثون إذا زودنا باستمر فأنا باعتقادي راح يكون قوي، وبعدين راح يكون مطور، يعني بين فترة والثانية هم بطوروا على اللايبراري ما بيخلوها زي ما هي. تمام، فبتقدر تطلع أصل الكلمة أو جذرها زي ما بتقولي أنت يا دلال. ما هيو قدامك بالنسبة للغة الإنجليزية على طول استم ويرد وطلع جذور الكلمات على طول، وباعتقادي راح يكون دقيق جدا كمان. أنا جربتها على اللغة الإنجليزية، أنا قصدي على اللغة العربية. اللغة العربية هينا بنحاول، هيو بيحاول أسامة، وهي أريج دلتنا على الموديول اللي ممكن يكون فيه الاستم، وشفنا الفانكشنز الموجودة فيه، موجودة بريفكس صفكس إزالة الزوائد اللي تلحق بداية الكلمة نهاية الكلمة، وحتى حاط ستيم كامل. تمام أوكي ISRI عم تشوف البست أنسر إله بس دقيقة الستاك أوفر فلو دائما الإجابات اللي فيها بتكون كويسة. دقيقة خلينا نجرب. حط مثال، يعني نفس المثال اللي كاتبه، افتح برنامج جديد بلاش يعني عشان بلاش يعني افتح وحط الكود بس نفسه نفس الكود جرب فيه كيف بحسب الاستيمينج. هذا كل الكود شيله، بس طبعا هذا كانه على اليونكس، فبدك تحط للبرنت قوسين. بدي اشيل هذول كمان. قلت حرف الاف. هاي برنت. هاي حركات حركة أصلها. شو عرفنا إنه الألف هاي زايدة؟ هاي مشكلة. هون بقول لك إنه ما له. نشوف.
هون شو قال لك ديكود البست سوليوشن محطوطة هاي st.stem.w.decode بس ال هاي ظلت اصلا هي مش مشكله. طيب هو بس مش على الاوبجكت نفسه اخذ الدكتور صح؟ مش على string نفسه يعني w مخزنه حركات st.stem شيء المكتوب عندك بالبرنت join وما join لويش هذا خلاص اطلع يعني خلاص بس اعمل برنت لايش لهذا كله شيل هذا شيل اللي هو st.stem كانه كاتب لهذا الشيء بس دقيقه اتاكد بالضبط وهاي شايلها هون في عنا جوست ناقص لا ما فيش شيء خلاص تمام او لا او انه هي ديكود المشكله بيعطيني انه ما فيش عندك ديكود للسترينج للجسم للسترينج خلينا ناخذ الايرور نفسه على ستاك اوفر فلو خلص احنا طيب هاي عملية اضافة لايبرز بتلاقيها ناقصة عندك للديكودينج والامور هاي بس الـ UTF ده simply drop to كاتب لك فوق يا سامة تحت هيها هي واحد شيء دقيقة بس طلع لي هذا المسج Okay. فوق الصح الأخضر هي فوق الصح الأخضر. Simply drop the dot decode UDF part as for your fetch okay. هذا هو بس على البروبلم تبعته خلص ارجع للبرزنتيشن تاعك الشباب ببحبشوا عليها خلص بس موجودة وين دلال اللي سألت هذا الكود على Stack Overflow موجود بس نشوف شو اللي ناقص عندنا بنعمل له بيبينج على البايثون او كوندا بنضيفه على البايثون اذا في لايبرري ناقصه وبعدين بنكمل بنفوت على الكلاس وبنفوت على الميثودز وبنفوت على الفانكشنز زي ما حكى تاريج الله يجزيه الخير يعني دلتنا على الستيم انه في على الاقل عرفنا انه في دعم للغه العربيه تمام صحيح طيب طيب دكتور هسه بخصوص السيميلاريتي اللي عملتها بتقدر تعمل لنا اياها بلوت كيف بلوت انه فرجيك شيبز يعني لا بلوت كجراف مات بلوت لايبرري انت قصدك صح فرجيك الانترسكشن بتوين حسب لنا السيميلاريتي بتوين دوكيومنت اوكي between the two document ولكن انا كنت بدي اعمل plotting اشوف ال intersection between document 1 and document 2 ك باي جراف ك باي جراف ففي plot بيعمل plotting للاول وplotting للثاني والثاني نفس عن طريق اشكال فين انا صحيح ما لقيت الكود عندي كنت عاملها بس نسيت بالبلوت فوق بالكونسول بوريك اياه بوريك الانترسكشن قديش نسبه التقاطع صار بالتو دوكيومنتس بعرفش اذا بتقدر تعمل بلوتينج والله انا الي علمت بلوت بس هاي ما عمريش عملت لاشكال فين يعني لا اشكال فين هي اللي هي الباي تشارت زي الباي تشارت بس طبعا ايش بوريك التقاطع على الـ XY coordinate between document 1 and document 2 وكيف التقاطع بزيد أو بنقص لما أنت بتعدل على الـ document على الـ words طيب بسيطة مش مشكلة ارجع للـ presentation تاعك يا أسامة
تمام. هسه احنا شرحنا دكتور للجاكارد سيميلاريتي، الداي سيميلاريتي نفس الشيء بس القانون اللي هون راح يختلف. خلص ما بدناش كل الان، انا قلت لي انت ارجع ل تمام، قلت لي انت في مجموعه كبيره ثانيه قلت لا أنا... هسه احنا هذول انا هون حضرناهم ما ضفتهم دكتور، عرفت علي؟ بس انا كنت كان بالي هسه بدي اشرح، بدي اناقش مثلا ليش الكوساين سيميلاريتي فيها ويكنسز، فيها ضعف. تمام. يعني بدي احكي شوي عن سلبيات وايجابيات الالجوريثمز هذول. هسه الكوساين سيميلاريتي هي تقريبا حسب الشيء الموجود وحسب الشيء اللي قراناه انها من اكثر الالجوريثمز المستخدمه، ولكن هي بتزبط على الدوكيومنتس، مقارنه تو دوكيومنتس ببعض، بس فيها مشكله انه بتعتمد على، يعني مثلا اذا في عندي تكرار للكلمه هي بتعتمد على التيرم فريكوانسي، كلمه واحده مثلا تكررت كثير موجوده جوا الانكوير ممكن يعطيها هاي بريوريتي، يعني ممكن يعطي نسبة السيميلاريتي عالية جداً لهذه الكلمة، تمام؟ أو لهذا الدوكيومنت. ليش؟ بس عشان كلمة واحدة تكررت أكثر من مرة ضمن مثلاً يكون عندك ملف كثير كبير. لكن بالنسبة للدايس والدكارت سيميلاريتي، الميزة فيهم أنه أنت لما تعملهم تحولهم لست، أنت شلت التكرار، أهملت التكرار تماماً، أوكي؟ فإذا كلمة تكررت أكثر من مرة بالدوكيومنت ما بحسبها مرتين، عرفت كيف دكتور؟ نعم. يعني هاي هن بصراحة هي بس اللي حبيت أعلق عليها وأضيف آخر شيء. طيب اطلع لي من الـ من الكو هوستينج، خليني أعطيني الهوستينج. دكتور بس ما حكاش عن، يعني اتفضل بس عن المشروع تبعنا، يعني إيش الألغوريثم اللي استخدمناها بالتحديد؟ لا مش مشكلة، ما هو المشروع تاعكو كان مشروع تخرج وانتو استخدمتوا الكوساين سيميلاريتي فيه، مظبوط ولا لا؟ استخدمنا ثلاث، الثلاث اللي شرحتوهن. انا كان بودي يعني نشرح عن، يعني نشرح ان مور ديتيلز، يعني صحيح انتو ذكرتوا الهذولة بس انا كنت بدي سيميلاريتي المرة الماضية بجوز طلنا دوكيومنت تكست سيميلاريتي. دكتور فتحنا الموقع ماخذ كل معلوماته من ويكيبيديا، يعني ماشي ما بغض النظر، ما هي المعلومات ما فيش تكست دوكيومنت سيميلاريتي. اوكي هذا الموقع مش هيك؟ واللهم صل على سيدنا محمد، وحاطنا في بعض الكلمات هذا الرسم اللي انتو جبتوها، هاي الجاكارد. تمام. لا انسى الدندوغرام، الدندوغرام هذا الدندوغرام، بس الدندوغرام بعدين له علاقة، له شغل ثاني. هاي الكوساين سيميلاريتي كان بودي شوية، طبعا في كمان latent semantic indexing اللي هي LSI كان بودي تشرحوها. تمام. اللي هي terms documents، وفي عندي إيش dimensionality of document vector and the probability لكل واحدة، وكيف بعمل dimension reduction. تمام. طبعا ال LSI لها اهميه كبيره جدا، latent semantic indexing، ولها علاقه بال LDA كمان اللي هي الباجينج، لها اهميه كبيره جدا. وشوف كيف استخدموها. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. في عندنا يعني هاي مهمه، هاي words movers distance، وفي عندي الميهلوبيان ديستانس، طيب انا كان بودي تشرحوا هاي ال LDA اللي ذكرتكم عنها اللي هي الليتنت دايركت، خلينا نقول document أو latent direct document topic modeling، اللي هو latent direct allocation
unsupervised generative model that assigns topic distributions to document. طبعاً هون على document similarity LDA and document similarity. هذولا ال LDA وال LSI خلينا نقول بديش أقول نيو بمعنى نيو لكن هن heavily used now مستخدمات بشكل كبير جدا الآن recently يعني هن ما لهن الزمان طلعن وطفن على السطح ك topic modeling algorithm وك similarity algorithm في Bayesian cosine statistical testing طيب variation autoencoder مين معنا بالجروب بشار وأسامة خلاص انتهى دوركو بدنا مين عنده استعداد من الموجودين معتصم وينك موجود دكتور مين شريكك؟ هاي المادة عمار طيب بتعملوا presentation عن ال LDA وال LSI تمام دكتور presentation تشرحوا فيه التكنيك تمام؟ تمام وإذا في كود بالبايثون أو in any tool you want you can do it عمار معانا يا عمار؟ معك دكتور معك تعمل برزنتيشن عن ال LSI وال LDA تمام خلص. المرة الجاية بدي أشوفهن والباقيين يا شباب يستعد كل واحد فيكو أنه ممكن أكلفه يشتغل شغلة بحيث هو يستفيد ويفيد الآخرين تمام دكتور طيب اللهم صل على سيدنا محمد كنت أنا بدي أحكي شغلة مش هنا اللهم صل على سيدنا محمد ايوه دقيقه بس ماتلاب بدي اشغل ماتلاب طبعا الماتلاب زي البايثون ماتلاب بس في تول بوكس تول بوكس ل التكست سيميلاريتي اللهم صل على سيدنا محمد في ال LSA latent semantic analysis كمان موديل في LSA LSI وفي LDA بس انا بدي ال cosine similarity لا ما بدناش الايمج بدنا ال document signal by informatic simulink okay image طيب على كل حال أنا بجوز أجهز لكم
طبعا في موجود بالماتلاب في تحويل الدوكيومنت الى باج اوف وورد اللي هو الباجينج بسموه التوكنايز دوكيومنت وباج ايكوال باج اوف ووردز للدوكيومنتس بيحولها كلها الى باج اوف ووردز وبعدين طبعا بده اوبجكت وفي حسابات للسكور اللي هي الدوكيومنت سيميلاريتي باستخدام فلتر LSA موديل والLSA موديل بيشتغل بطريقه يعني كموديل كامل بيشتغل بطريقه كامله وبطلع السيميلاريتي او الدوكيومنت سكور وبطلع لك الفيكتورز على البلوت هذا طبعا ممكنك انت تعمل بلوت وكومباس دي سكور هولد اون وترسم الرسمه هاي كامله وتطلع الدوكيومنت وبطلع لك اياها كفيكتورز كمتجهات تمام وفي طبعا هون انالايز تكست داتا يوزنج توبيك مودلز اللي هي توبيك موديلنج prepare text data for analyzing extract text data from files وهكذا بس طبعا هنا يعني بدنا نخش على LDA تمام اللي هي topic modeling على كل حال موجود يعني كمان انا كنت بدي اشير لنقطه انه موجود عندي في الماتلاب كثير من الشغلات كمان ممكن تساعدنا في نفس الموضوع هذا اللي هو موضوع similarity توبيك موديلينج الريتريفال الى اخره من المواضيع انتم بتجوز الان ما بتميلوش لاستخدام الماتلاب انا الماتلاب مشكلته فقط انه طبعا ال دي اي وال اس اي زي ما انتم شايفين فيت ان موجوده مركبه جاهزه فيه لكن مشكلته بدعم اللغه العربيه لكن باعتقادي ممكن التغلب على هاي المشكله البايثون بتدعم اللغة العربية بشكل مباشر بتقدر تكتب بالعربي وتعالج النصوص العربية مباشرة طيب في حدا عنده أي سؤال حول ما أخذناه اليوم في حدا عنده أي سؤال شباب سلامتك دكتور بالنسبة للمواضيع هاي اللي تغطى هاي كلها مطالب فيها ما فيش إشي ما فيش إشي هيك يعطى عبث كل إشي مطالب فيه كل إشي يشرح سواء من طالب أو مني كل إشي مطالب فيه تمام أرجو أنك أنت تنتبه لهذه الأشياء وزائد الفائدة اللي ممكن تحققها أنت خلال كتابتك للمشروع بدي أذكر بنقطة ثانية أنه بدي الأسبوع الجاي تكون أنا شرحت شو مشكلة الليترتشر ريفيو عند الجميع اللي منكم اشتغل صح وبعرف حاله انه اشتغل صح من خلال الشرح اللي عملته المره الماضيه لكن في ناس ما اشتغلوش صح وانا برد اكرر مره ثانيه بدك تشتغل صح الان الاسبوع القادم بتمنى من الجميع ان يكون الانترودكشن والميثودولوجي جاهزه لانه احنا اقتربنا من امتحان النصفي او الميد تيرم والمتيرم راح يكون بالجامعة والآن بعد المتيرم مش راح يكون في هذاك الوقت الكثير وبالتالي الانترودكشن الليتريتشر ريفيو الميثودولوجي كلهم بدهن يكون ان وان دوكيومنت وتبدا بالاكسبيرمنتال امبلمنتيشن اند اكسبيرمنتال بارت ات ذا سيم تايم ماشي الحال ماشي الحال يا شباب ان شاء الله دكتور ان شاء الله الله يعطيك العافية اليوم بكفي ونلتقي إن شاء الله المحاضرة القادمة وعمار ومعتصم بتجهزوا الـ LDA والـ LSI إن شاء الله الشرح يكون وافي واضح if you have code it's much better to explain those two algorithms يعني most recent algorithm used for text processing and topic modeling. الله يعطيك العافية ونلتقي المرة القادمة. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك ويا رب.